أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبشر، والذي يعرض من على شاشة الأيام الفضائية المباركة. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا انتهت انتخابات مجالس المحافظات الحمد لله والشكر، وكان هنالك مشاركة للمواطنين العراقيين ونتائج وفوز لمرشحين، نتمنى لهم كل التوفيق ومن كل القوائم اللي شاركت بالانتخابات، ونتمنى من عندهم ونطلب، مو بس نتمنى، نطلب أنه يقدمون منجز كبير على أرض الواقع. من خلال شنو؟ تقديم الخدمات، شلون تشريع القوانين المن للمحافظة، أثناء اجتماعاتهم يشرعون قوانين تنفع محافظاتهم. ليش؟ لأن العراق بكل محافظاته بحاجة إلى منجز، بحاجة إلى تشريع قوانين جديدة حتى تلقي بظلالها على المواطن العراقي من خلال تقديم الخدمات. لذلك أتمنى على أعضاء مجالس المحافظات أنه يسرعون من عملية البدء بالدوام الفعلي، ويكون عملهم دؤوب إصرار، الدوام يكون من أولى ساعات الصباح الأولى، مو غياب، مو تغيبون لو تتلكؤون، لا، حضور أو تنزوون أو تكونون بطيئين في دوامكم أو في تشريع القوانين، لا، مو مقبولة. ومو بس هيك، تتحركون ميدانيا بعد ما تداومون من الصبح، تتحركون ميدانيا على أرض الواقع لمتابعة كل المشاريع اللي تطلع بها المحافظات، وكل حسب محافظته صغيرة وكبيرة تتابعوها، وعلى الورق تشوفون ايش يسوون، مهندس مداوم لو ما مداوم، هاي الشركة متلكئة لو مو متلكئة، أنطي مواقف لرئاسة المجلس، رئاسة المجلس تنطي مواقف للجهات العليا، وهكذا حتى دائما يصير تصحيح وتعديل على الواقع اللي لربما راح يتلكأ في هاي النقطة أو في هاي المنطقة. أما بالنسبة للمرشحين اللي فازوا في انتخابات مجالس المحافظات من قائمة أبشر يا عراق، أيضا راح تكون لهم حصة كبيرة في متابعة عملهم من قبلنا في هذا البرنامج. نريد نعرف ايش راح يسوون، شنو القوانين اللي راح يقدرون يشرعوها، هل هم على درجة عالية من المسؤولية، وإن شاء الله هم هيج، شوف شنو معاناتهم، نوصل صوتهم، وأيضا حتى المواطن العراقي سواء في بغداد والمحافظات الأخرى يطلع ويعرف ايش دا يصير في عمل مجالس المحافظات. ماكو مجاملة بالموضوع ولا اكو مشي لي هاي والخاطر فلان وارفع ايدك من اجل فلان يرضى، ماكو شيء. خلينا نغادر هاي اللغة اللي كنا نسمعها بالفترات السابقة. العراق مقبل على ثورة من الإنجاز، ثورة من العمران، من خلال العمل اللي نشوفه حاليا واللي تطلع به رئاسة الوزراء متمثلة بالسيد رئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد الشاع السوداني، وكل الجهات اللي يساندها وكل الجهات المتعلقة بتنفيذ المشاريع راح نسلط الضوء عليها ونصورها مشروع إن شاء الله. لذلك أنتم أمام مهمة كبيرة، وإن شاء الله سنكون عونا وسندا لكم كإعلام وكقناة أيام فضائية. وبالتالي أنا أعرض هؤلاء أمامكم، وأنا أتعهد إذا فاز أحد منهم في هذا المكان بوجودكم نحاسبه. هنا مرة أخرى نجلس لنحاسب ونسمع ونقيم ماذا يقوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا قررنا في برنامجنا برنامج أبشر أنه نسلط الضوء على هذا الجسر اللي مثل ما تشوفوه
يربط بين القريعات والكاظمية. ومثل ما يعني استشعرنا واستشعر بعض الأخوة أنه لم يسلط الضوء بشكل كبير على هذا الجسر وعلى هذا المنجز وعلى الفترة القياسية القصيرة اللي تقريبا هي نصف الفترة المتفق عليها في تنفيذ هذا الجسر. صحيح أنه بعد المفروض أكو مثقفات يسووها خلال هالشهرين إن شاء الله تكمل، ولكن الجسر كمل، ومثل ما تشوفون أنه منجز ممتاز. فإحنا من واجبنا الوطني والإعلامي والأخلاقي أنه نسلط الضوء على هذا المنجز اللي طلعت به رئاسة الوزراء والجهات الساندة إلها وكذلك وزارة الإعمار والإسكان، بالإضافة إلى المركز الوطني للمختبرات الإنشائية وكل الجهات اللي قدمت الدعم من أجل تنفيذ هذا الجسر. حقيقة هذا الجسر قدم خدمات لأهالي منطقة القريعات الكرام وكذلك مدينة الكاظمية المقدسة مثل ما تشوفون. فإحنا من واجبنا أنه نسلط الضوء عليه بشكل مركز، وأيضا نشوف المواطنين شنو رأيهم، فرحانين بهذا المنجز لو ما فرحانين بهذا المنجز. فكل الشكر والتقدير لمجلس الوزراء وكذلك لمحافظة أمانة بغداد، وزارة الإعمار والإسكان، الجهات الساندة، شركة الفاروق العامة للمقاولات، أكيد دائرة الطرق والجسور. طبعا دائرة الطرق والجسور يعني احنا نتمنى انه ان شاء الله نسوي حلقات وياهم اكثر، لان مسجلين بعض الملاحظات في بعض المناطق هنا في بغداد انه حقيقة يحتاج لها وقفات وحلقات. حقيقة عندنا بعض المجسرات تحتاج لها إعادة نظر مرة أخرى. على كل، فخليكم يانا مشاهدينا الكرام، راح نشوف هذا الجسر ايش قد طول هذا الجسر، عرضه، الاستراحات الموجودة اللي بيه، عددها، الفائدة من وجود هذا الجسر. وبالتأكيد هو منجز عظيم وكبير تحتاجه بغداد، وأيضا يضفي شيء من الجمالية على هذه المدينة العريقة اللي تحتاج الكثير الكثير من أبنائها. طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما تشوفون هذا الجسر الحديدي الموجود يسموه الجسر العائم. طبعا هذا ظل لفتره طويله والناس كانوا تعبر عليه واعداد كبيره وايام الزيارات المليونيه وكذا وهيك شيء، لكن هو يفتقر لشروط الامان. وانا صورته قبل تقريبا 5 سنوات هيك شيء، وتحدثت ساعه تلفزيونيه كامله بدون مسؤول، بدون ضيف يحكي لنا شنو السبب انه ذاك الجسر بقى لفترات طويله وما انحسم موضوعه وصار مثل هذا الجسر اليوم بعد ان انحسم موضوعه من قبل سيد رئيس الوزراء المحترم.
والتقيت بمجموعة من الأخوة المواطنين أيضا، وقارنت هذا الجسر العائم بجسر أيضا صورته في الجمهورية في طهران، وشون الإمكانية مستغليها الحديد والكذا بطريقة هندسية لطيفة وكذا شيء، ومسوين بمطاعم وشون مدخلين الزرع بنص هذا الحديد بمنظر جميل جدا. بس مع الأسف ما كان أكو أحد يقول لنا شنو السبب. بالإضافة إلى ذلك أنه التقيت بمستثمر كان يتمنى أنه يسوي جسر وعلى حسابه والدولة ما تدفع درهم، لكن مع الأسف كانت أكو عراقيل. طبعا هذا ملف الاستثمار أيضا ضروري نسوي حلقات كثيرة إليه من أجل أنه نريد نعرف سواقع الاستثمار شنو، شلون يقدر المستثمر اللي يريد يسوي منجز وعنده إمكانيات وهو يعتبر يعني من الشركات الرصينة، ما أعرف دي يعقلوها عليه لو دي يسهلوها عليه. إن شاء الله في الأيام القادمة راح نقدر نسوي حلقات ونلتقي بمسؤولين بإذن الله. وبالتالي هذا الجسر العام اللي تشوفوه مشاهدين الكرام، سيد رئيس الوزراء مشاهدين الكرام قبل فترة قال إنه أثناء افتتاح هذا الجسر قال إنه إحنا سيتم رفع هذا الجسر من أجل أنه هاي المنطقة كليتها تترتب وتكون على درجة عالية من الجمالية وتنسجم ويا هذا المنجز الكبير. أنا عندي نقطتين رئيسية مشاهدين الكرام، إحنا لما نشوف هيك جسر وهاي الشركات العراقية اللي دا تشتغل، إذا إحنا عندنا خبرات وعندنا إمكانيات، أرجوكم ادعموا الخبرات العراقية، ادعموا الشباب المهندسين، هذا المهندس الشاب اللي هو مليان طاقة مليان إمكانيات مليان حب وتفاؤل وتفاني من أجل أنه يقدم خدمة، ويريد يقول أنا هياتي موجود، طو مجال. شوفوا حققوا منجز كبير، وهاي مثل ما تشوفون نانا المسقفات بعد فترة إن شاء الله سيتم طبعا هاي موجودة على طرفي هذا الجسر اللي سمي بجسر الحرية، أطلق عليه السيد رئيس الوزراء جسر الحرية. أوكي، هاي اللي راح تثبت عليها مسقفات هذا الجسر خلال هاي الفترة إن شاء الله، لكن هم لأن كمل فرادوا يفتتحوا بأسرع وقت ممكن بعد ما كمل تقريبا كليته، فبقت بس هاي المسقفات. على كل إنجاز كبير يحسب للسيد رئيس الوزراء المحترم ولوزارة الإعمار والإسكان، شكرا شكرا لكم، ولأمانة بغداد. احنا حقيقة بدورنا المفروض يعني وين ما نشوف إنجاز نشكر، مثل ما وين ما نشوف اكو تلكؤ نسلط الضوء عليه إعلاميا ونحذر من عنده. ليش؟ حتى الجهات المعنية تنتبه إذا كانت ما منتبهة. لكن العراق اليوم مقبل على مثل ما قلت ثورة من الإنجاز والإعمار. حجية شلونك؟ اهلا وسهلا بعد عمري، يعطيك العافية. احنا من القراعات مأجرين. ان شاء الله. ليش مأجرين؟ 250. اي والله. الله يسلمك. اي والله. كنت مكاظمين؟ اي لا عندي معاملة وجيت. اي والله. اي والله. مقضية. رحم الله والديك. ليش عبرتي على هذا الجسر مو ذاك؟ هذا الجسر حلو، خو جسير كبير وحلو للناس، ذاك وين عمي؟ خو؟ والله. اي والله، هذا وين؟ جنة. لا ضيق هسه وين شو ما شاء الله، كلش حلو. ونعم الله عليهم كثر خيرهم. تتمنين انه بعد يسوون بعد ان شاء الله تطوير اكثر واكثر بعد؟ شو تريدين مثلا مجمعات سكنيه؟ ان شاء الله للناس هاي الخطيه الفقره. اي والله راح يسوون مجمعات سكنيه ان شاء الله بحيل الله واهل البيت ان شاء الله. مجمع الجواهري ان شاء الله. يا الله يا الله محمد شاع السوداني ده يشتغل يا محترم. والله اي والله
وردة يعني. اي والله وردة، عمار، تعميرات، طريق، جسور، تبليطات، خير من الله ونشكره ونشكره ونعطيه العافية. ان شاء الله بعد اكثر واكثر. وان شاء الله بعد اكثر واكثر. كافي بعد العراق كافي. اي والله تعبنا تعبنا خالة تعبنا تعبنا الحمد لله والشكر والله يطيب. لا لا وين نعمة من الله نعمة، والله يخليهم ويكثر خيرهم ونعم الله عليهم. الله يحفظهم. اي والله اي والله لهذا الشعب هذا الفقير والتعبان. اي والله تعبان حق الحياه. اي والله هسه نعمه من الله ندعي نعمه من الله ونشكركم. الله يحفظك يعني الله وياكم يعني. مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام يعني هسه راي ام عراقيه عبرت من هذا الجسر دا تقول انه وين فرق، فعلا فرق مشاهدينا الكرام بين هذا الجسر وبين ذاك الجسر العائم الحديد اللي هو حقيقه يعني مو امين. ومثل ما قلنا مشاهدينا الكرام طول هذا الجسر هو 225 متر، ارضه 14 متر تقريبا، بالاضافه الى وجود اربع استراحات مثل ما تشوفوها. طبعا استاذ احمد لطفا من عندك يعني لو نشوف هاي الاستراحات شلون مثبتيها بطريقه والاعمده الحديديه وال يعني حقيقه شغل مرتب ومفخره مفروض احنا نركز عليها اعلاميا ونقول انه فعلا عندنا امكانيات وعندنا اشخاص لما يقررون يحققون منجز على ارض الواقع، هذا اللي نقوله دائما احنا. لذلك احنا مقبلين على فترات ان شاء الله يستبشر العراقيين انه يكون كل شيء غير شكل. اكو جماليه، اكو نظافه، اكو دا تشوفون هاي ضفتي النهر شلون مبطنه بشكل مرتب واكو حجر بالموضوع. هاي نريدها على طول نهر دجله. يا مسؤولين الله يحفظكم، واحنا مؤمنين بيكم لان من تقررون وتصممون وتصرون هاي النتائج. بالاضافه الى ذلك السلام عليكم استاذ، شلونك حبيبي؟ شلون الصحه؟ مرتاح ان شاء الله؟ مرخصتك؟ شلونك؟ اسم حضرتك؟ حمزه. ورده حمزه منين؟ من الكاظميه. شرف بيك. أيوان. حمزه شنو رايك بالجسر؟ والله الحمد لله والشكر، نفع اهل الكاظميه، نفع اهل القريعات، وعاشت ايديهم والله. عاشت ايديهم. شلون تشوف بناء الجسر؟ هزيل لو قوي متين؟ لا والله اللي نشوفه يعني زين، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. تتمنى انه بعد يسوون اكثر جسور اكثر مثلا، لو مثلا مجمعات سكنيه لو شنو؟ والله احنا نكيف، نكيف. على اعتبار انه بغداد ومو بس بغداد، المحافظات بحاجه الى انه مثل هكذا مشاريع تخدم المواطن العراقي. والله كيف يعني هاي مثلا هاي البنايات الرنانه يعني يساعدون بها الفقراء، يساعدون بها هاي احسن مثلا. اسعار شوي غاليه. اسعار غاليه. فيبنون مجمعات واطئه الكلفه. اي طبعا مثلا اكو ناس بسيطه يعني ما عندها هاي الكلفه، ما عندها هاي الكلفه، لازم غير واحد يساعد. شو تشتغل؟ انا عندي سائق. اي سائق تاكسي. سيارة مالتك تشتغل عليها؟ لا لا مالتي الحمد لله والشكر. اتمنى لك كل التوفيق. فدوى لقلبك استاذنا الغالي، شرفتونا. وايضا مشاهدينا الكرام تعالوا ويانا دا ارويكم فد هسه حاليا مثل ما تشوفون احنا قلنا قبل قليل انه هذا الجسر العائم مثل ما تشوفون راح يشيلوه ان شاء الله، ليش؟ حتى تكون هنالك جماليه، اللي يعبر على الجسر يمنى يسرى يباوع اكو نظافه وترتيب وكذا. 40,000 متر مكعب من هذه الترسبات دي يشيلوها. وزارة الموارد المائية مشكورة دي يشيلوها مثل ما تشوفون. أعتقد هسه واصلين إلى 25,000 متر مكعب. وبعد عندهم ومشتغلين، واليوم أمطار مشاهدينا الكرام ومستمرين بالعمل. إحنا حقيقة نفخر ونفرح لما نشوف اكو منجز واكو اصرار على تغيير هذا الواقع. تشوفون هذا كله من اجل شنو؟ انه يرفعون هاي الترسبات او تتنظف، وبعدين هذه الترسبات من تنشال تتبطن وتكسى بالحجر ويصير منظر لطيف. طبعا احنا كنا نتمنى انه يكون عندنا فد مهندس من الموارد المائيه أو من أمانة بغداد يعني نحاوره حتى يقول لنا مثلا هاي الترسبات اللي موجودة تحت الجسر العائم هذا اللي تشوفوه. تشوفوها هاي الترسبات؟ أيضا بحاجة إلى أنه ترفع كلها. حتى ليش هذا المجرى كليته يترتب وبعد ما نشوف هذا القصب
والقواطي مال مي لو ما اعرف شنو اللي طوف هنا وتوقف هنا، بعد ما اريد نشوف هاي المناظر بصراحه. وهي دعوه ايضا مشاهدينا الكرام للمواطن العراقي انه شويه يتعامل بطريقه تختلف. بعد كافي يا حبيبي، انت مرتب ونظيف، لا تلزم البطل وتشمره. هسه مثلا مثل ما تشوفون تشيبس يعني ما يصير. هسه هاي تشوفون احنا طبعا اكيد امانه بغداد ان شاء الله راح تخلي هنا سلات مال مهملات وكذا وهيك شيء، ولكن هذا تشيبس ما يصير هالشكل. هذا يجمع تشيس على تشيس، وبالتالي طاله هنا نصير، واللي ماكل برتقال واللي ما اعرف شنو واللي ذاب بالكلينس واللي مدخن. هاك باو هاك باو هاك باو هاك، هاي شنو معناته؟ ما يصير يعني الا عقوبات، ما يصير. احنا شعب الحمد لله وشكر نظيف، ولكن لازم نتكاتف، مو بس تذب اللوم على امانه بغداد او الجهات الاخرى، ما يصير. لازم الانسان يكون يعني يشعر بالمسؤوليه. وانت يا اخويا يا حبيبي، من تشوف شغله او فد شاب او فد طفل او اي احد يسوي هيك، هو بده يمشي مثلا وسوى هاي الشكل، قول له يابا ليش تسوي هالشكل؟ هاي الثقافه، تعال يمي بلا زحمه عليك، هاي الثقافه خلينا نغادرها. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ الله شلونك حبيبي؟ الله يحفظك. الله عرفنا بنفسك. انا الحسن الجابري. شرف عيوني حبيبي. الله سمعتك تقول؟ قلت لك انت تحكي على هاي المظاهر السلبيه، بس هم ما موفرين يعني حاولات مال الزبل حتى واحد يشمر بيها. وين يذب؟ الشط يذب هنا. مو على اعتبار انه بعده هو مثلا يعني. لا هو بعد ما طول اجى السيد رئيس الوزراء وفتحها، معناها هاي كمل معناها. احنا خمان نفتح مشروع بعده ما كامل. اي هو غير كامل. بس انا اريد يعني انوه على شغله. يعني هذا الرئيس الوزراء اللي جانا هسه السوداني، يعني صدق خلف الله عليه، هواي مشاريع يعني بغداد وين ما تروح تلقى بها مشروع، وقاعد يشتغل بدون تلكة وبدون توقف، يعني وين ما تروح، يعني مو مثل قبل. مو بس هيجي، اكو مشروع واكو طريق يمشي به المواطن، مو نسد الطريق لان اكو مشروع. ساحة عدن تقدر تطب، وين النسور، وين ما تروح، الطوبشي يعني كله حط لك حل بديل. بالتالي المواطن ما يتضجور يعني. لا لا الله مو شاهد، الله شاهد، هاي الحكومه خدميه وخدمتنا مو شو ما كان، ونتوسم بها خير يعني من ناس سنه سنتين يعني بغداد راح تنقلب راسا على عقب. الله شاهد. بس بالنسبه لامانه بغداد يعني المفروض يوفرون هنا مال زبل حتى تكرم المواطن يحط به الزباله مالته، يعني هاي مو صوت المواطن، هو المواطن لو يلقى حاويه مال زباله تكرم راسا يحط بها الزباله. بس اكو واحنا شايفين وانت شايف. لا 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 مو هيك، اكو لا اكو موجوده الحاويه ويشمرها مو بالحاويه، يشمرها بالقاع. هذا بعد يعني شو اقول لك، على تربيته بعد والبيئه اللي طالع من عندها. بس احنا العراقيين كل احنا مثقفين وكل احنا ناس يعني انظاف ونعرف نحافظ على البيئه ونعرف نحافظ على المكان، من نشوف هيك مكان جديد وها. يعني انت اعتيادي ما تقدر تذب القاع. هسه حاليا انت من شفت هذا الجسر انشئ بنسبة كبيرة، بقى بس المسقفات يعني مالته ان شاء الله خلال هالشهرين مثل الطوبة على شايفة المسقف كلش حلو يعني، يعني منظر يكفي وسبنا جعور قبالك يعني بتشوف هذا المنظر اللي يرد الروح. هاي الاستراحات اللي موجودة شنو رأيك؟ الله شاهد، انا هسه ضايج يعني كنت قلت خل اجي شوية اصعد على هذا الجسر، يعني صدق نفسي ارتاحت هسه. شو الطالب من الجهات المعنيه؟ من السيد رئيس الوزراء. شو الطالب من عنده؟ انه شو يسوي بعد؟ السيد رئيس الوزراء ما مقصر امانه. امانه انا ما امدح سياسي ولا امدح حزب ولا بس هذا الرجال ده يشتغل، عوفوه يشتغل، عوفوه يشتغل، لا تطلعوا له شغلات صفح منه ومنه، عوفوه يشتغل. رحم الوالديك لان انت قاعد تقلب بغداد راسا على عقب. البارحه مدينه الجواهر هاي الفتح، هسه احنا كلنا جارات هاي تكيفنا من فتح. الله شاهد. شو افتهمت من هاي المدينه؟ اللي افتهمته انه راح تحل تقريبا ثلث مساله السكن ببغداد، يعني هواي عالم هاي ماكو جتهم شلون مال بس ماي، راح تصير هم اسعارها رمزيه ونقدر احنا يعني اصحاب اي تقدر تسحب احنا بالذات احنا الكسبه ما عندنا لا راتب لا نقدر يعني نشتري بيها، يعني يطوق قرض ويطوق. هي وين مكانها بالضبط؟ تصور على طريقه بغريب. على كل، انا اشكرك جدا، الله يوفقك حبيبي، شكرا شكرا دايم دايم.
مفاجآت. اي شنو عندها؟ السلام عليكم حبيبي. البدايه احنا بنرد نعبر على منطقتي ابو الكاظميه، يعبر علينا مو بطاقه سكن، يعبر عادي مثلا احنا نريد نعبر على الكاظميه يطلب الا بطاقه سكن. هذا وضعها استثنائي حبيبي، يعني مرات عندنا شغلات، مرات عندنا نريد نروح مستشفى كاظميه. هاي الامور مو يمنه، هاي الامور الجهات الامنيه يعني هي اللي تحدد، ما يخالف حبيبي. هاي الكاظميه من ندخل على مدخل 14 رمضان او على مدخل جثمان يعني وعلى مال دباش ندخل اعتيادي، نفتح الصندوق مال الدراج الا الوحيده نطلع نعبر من الاعظميه للكاظميه، عمود بالسبيل نروح للكاظميه على شغلاتنا نتسوق، نروح للمستشفى. شو رايك بهذا الجسر؟ لا يعني انجاز، هذا انجاز ينضاف للبلد هذا، وبعد ان شاء الله يكون انجازات راح تنفتح عليه ان شاء الله، نتأمى احنا بالخير. زين من نشوف هيجي انجازات دا تصير بالبلد، هذا يعني انه البلد راح دا يتغير نحو الاحسن، بالتالي المفروض احنا نركز على دراستنا، نركز على التعليم. انت تداوم بالمدرسه؟ اي نعم. يا مرحله؟ صف ثالث سنة ثانية. صف وين؟ ثالث متوسط سنة ثانية. عدت ان شاء الله لا شاد حيل السنة ان شاء الله. لا والله بالتوفيق حبيبي، بالتوفيق. السلام عليكم. تعال 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 تعال، شلونك؟ شلون صحة؟ اقول لك اريد اسألك سؤال. قبل شوية اني دا احكي على موضوع الشبس، والواحد ذاب جقاير وذاب كشور مال برتقال وكذا، وهسه انت تاكل شبس بالعافية وتشرب بيبسي مو؟ هسه مني خلصان وين الذبهن؟ بالشاط لو بالشاط لو بالجسر؟ بالشاط. بالشاط. زين ليش بالشاط؟ عمود ما نوسخ الجسر. حتى ما نوسخ الجسر نوسخ الشاط. زين شنو رأيك هذا الكلام غلط؟ شلون غلط؟ لأن هذا الشاط المفروض يكون نظيف، لأن بيه كائنات حية، بيه سمك، بيه كذا. إذا أنت تذب شيس وأنا ذب شيس وذاك يذب له علاقة وذاك يذب صوندة وذاك يذب له تاير، ها هي بعد لا تبقى سمكة لا يبقى كذا. مو؟ صح. تمام لو مو تمام؟ تمام. فلازم شو نسوي؟ نعتني بشو؟ يعني هم بعضهم وناياتهم بيوتها قريبة، ليش ما يذبوهم بيتهم؟ أو مثلاً أكو سلات معينة أمانة بغداد، يعني هذا الموضوع مهم جداً الله يحفظكم، المفروض تخلون سلات مهملات موجودة هنا في كل مكان. هاي الثقافة لازم نعيدها مرة ثانية، هاي الثقافة لازم نعيد، يعني عدة تصور أنه نذبب الشاط والمسألة طبيعية، ما يصير حبيبي. فسعرفت حبيبي ما تذب شيء بالشاط، اتفقنا؟ ليش؟ لأن لازم، لأن إذا كليتنا يعني 40 مليون 43 مليون يذبون بالشاط خلص، ها الشاط انتهى. تمام لو مو تمام؟ هو بلشي احنا ده نكريه، ده نحاول نكريه حتى يتنظف، حتى ان شاء الله وضعنا المال يصير، وضعنا الماء يصير احسن. تمام؟ تمام. تبي اصف؟ خامس. ورده، يلا بالتوفيق، الله وياكم. وبالتالي مشاهدينا الكرام، يعني هنا حقيقه هاي مساله انه التفكير انه اعاده النظر بوضع النظافه وشون المواطن العراقي يتعامل بها ويا الواقع، بصراحة يراد لها وقفات كبيرة مشاهدين الكرام. ليش؟ يعني إعادة تثقيف مرات ومرات ومرات. ليش؟ من خلال شنو مشاهدين الكرام؟ البوسترات، الفليكس اللي المفروض نخليه بالشارع، حافظ على النظافة، مدينتك مثل بيتك. يعني ما معقول الإنسان نظيف ببيته برا ما يهتم وما يكترث. تمام؟ السلام عليكم. وعليكم. شونكم حبيبي؟ شون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله؟ إن شاء الله. يابا شنو هالأناقة هاي؟ الله يخليك الله يحفظك. اسم حضرتك؟ اسمي علي جبار. ورد على ويونس حسين. اليوم ليش واقفين هنا على هذا الجسر؟ عجبنا هيك شيء، احنا حسين من القريعات صديقي، احنا طلاب جامعه جينا هنا المنطقه، قال خلينا نشوفكم هذا الجسر الجديد. حلو، انا اشوفه شيء حلو، يربط يعني من الرصافه للكرخ، مشات للعالم، يخدم العالم، يخدم الزوار، زياره الامام عليه السلام، يعني خدمة حلوة أنا أشوفها، ويخدم خاصة منطقة القريعات هاي المطلة. نعم 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 نعم. هسه عندنا هنا حسين ابن القريعات دام كل اختناقات المرورية. إن هاي القريعات يحافظون على نظافة الجسر. هذا هو مو بس القريعات حبيبي، أي أحد يعبر من أي مكان. هسه حتى مشاهد الكرام على جسر الشهداء، على جسر الشهداء الله وكيلكم، يوم الجمعة روحوا يوم الجمعة وشوفوا. هسه مو واقفين ونوارس وينطوهم وما أعرف شنو وكذا، وهذا اللي جايب شيبس وهذا كذا. اي انطي للنوارس وبعدين يعوف شو اسمه بالقاع، ما يصير هالشكل. ومو بس هيك، اكو هيك قطع من الحديد هيك مشوان الخاسفه. هو شيء فارجوكم يعني بصراحه اعاده النظر في هاي الامور، اللي يعني شوف المواطن العراقي حاليا وخصوصا البغدادي متنفسه ترى مو قليل يعني. فهو يجي وين يعبر؟ يوم على جسر الشهداء حتى يروح للمتنبي،
على اعتبار يوم الجمعة شارع المتنبي اكتظ بالمثقفين والكتب وكذا وهيك شيء، سوق السراي. لكن المشكلة شنو؟ عدم النظافة يعني على الجسر، ما يصير هالشكل. لو مثلا واحد جايب صاليم مال سمك وما ادري شنو وكذا وخالها على العتبه او ديطل النوارسي، اوكي ما يخالف يعطيها يشمرها وهي مصارين، ما يخالف هسه مو مشكله. بس وراها شلون؟ غير اكو احد ينظف، غير اكو احد يصبغ، حتى تبقى الجسر نظيف. خال مالته العفو، خال مالته هذا اللحم هيك هيك مسطره شلون وهيك ويعوفه وبعدين يصير كله زين. هذا واحد ينتج هدومه تتوسخ ما ادري زين الى متى. زين ليش العراقي من يطلع خارج العراق الله وكيلكم القطف ما جقاره ما يذبه بالقاع والله العظيم. وهسه الحمد لله والشكر العراقي وضعه غير شكل. قبل كان وين يقدر يسافر، هسه دا يسافر دا يشوف دول العالم ودا يتاثر باساليب وحضارات مختلفه زين واساليب مختلفه بسبل العيش. فما يصير، لازم احنا هم ايضا نرتقي بالخدمات اللي نقدمها للمواطن حتى المواطن يرتقي بتصرفه يقول اي والله فعلا على كل اي بعد. المفروض احنا من اماره بغداد المفروض خلي حاويات يعني خاصه بالجسر. السلام من الناس ماكو حاويه، لو اذبه بجيبي لو اذبه بالشارع لو بالشط صحيح يعني حاويات يعني هسه هاي شوفه جسر نظيف. احنا نشكر السيد محمد شجاع السوداني على هاي المبادره. احنا جاي نشوف شلون تشوفه دا يشتغل، جاي يشتغل يعني هو طلع بلقاء اول البارحه مال ابو غريب الاستثماري، قال عام 2024 راح يكون عام الانجازات. واحنا جاي نلاحظ يعني جاي نشوف ساحه النسور، ساحه عدن، هذا افتتحه اول ما افتتحه وبعد هذا بعد بيه تطور بيه شغل ان شاء الله. واحنا نشكر الاخوه ويانا. انت شنو وين تداوم؟ انا طالب جامعه، جامعه المستنصريه كليه التربيه الاساسيه. قسم تربية رياضة. ما الله. وبالتالي مشاهدي الكرام إن شاء الله إحنا يعني نتوسم خير من الجهات المعنية وكذلك من كل الأشخاص اللي هم عندهم سلطة قرار إنه يقدمون الخدمات، لأن هذا الشعب يستحق، هذا البلد يستحق من يشوف هيك مناظر إنه أكو بارقة أمل من أجل إنه يتغير وجه الوطن إلى أحسن وجه. بعد هذا الفصل الآن ينجز، ومن الراجع التسلسل التنفيذ نجد أنه 241 يوم تأخير فقط حتى نستلم الموقع من منطقة القريعات، يعني تقريبا نصف المدة المقررة للمشروع. هذه نخليها أمامنا في المشاريع الجديدة، في أهمية أنه نكمل المتطلبات حتى ندخل ننفذ مشروع وفق المدة المحددة. الحكومة أعطت عنوان الخدمة والمشاريع الخدمية كعنوان لبرنامجنا ولحركتنا وحركة السيدات السادة الوزراء والجهات التنفيذية محافظة وأمانة بغداد. وجزء من الخدمات هو إكمال المشاريع المتأخرة، واليوم احنا نفتتح واحد من اهم هذه المشاريع. هذا المشروع الذي سيكون بديل للجسر العائم الذي لا تتوفر فيه اي متطلبات السلامه ولا الناحيه الجماليه التي تليق ببغداد وباهالي بغداد الكرام. انا قبل قليل ذكرت جسر سميناه جسر الحريه، لأنه هناك أكثر من دلالة لهذه المفردة. في زمن النظام المقبور كان ممنوعاً ترتبط هذه المنطقة قريعات بالكاظمية، كذلك الذي يعبر هذا الجسر يتوجه إلى أشهر سجين في التاريخ وهو الإمام موسى كاظم عليه السلام. فنحن أمام جسر الحرية، جسر المشات اللي نأمل أن يكون متاح للمواطنين كعامل خدمي. هناك بعض المتطلبات أنا وحدها طبعا أثمن جهود الجهات الساندة، وزارة الموارد المائية، أمانة بغداد، باقي الجهات، الفرق المتابعة، الجهات الأمنية، وهذا هو توجهنا. احنا نعمل بفريق واحد، المشروع مو مشروع جهة قطاعية بقدر ما هو مشروع خدمة
علينا أن نتكامل جميعا بأدوار ونؤدي التزاماتنا حتى ننفذ مشاريعنا الخدمية. نحتاج إلى تنظيف وكري ضفاف النهر حتى اللي المار والزائر في هذه الجسر أكيد عندما يلتفت يمينا ويسارا يجد حالة من النظافة والجمالية لنهر دجلة العظيم. أيضا تنظيم الأنشطة على ضفاف الأنهر من ناحية الأرصفة والنشاطات الخدمية، مطاعم، كافيهات، أيضا تكون بوفق الضوابط وبتنفيذ صحيح. الجسر العامي يفترض يرفع خلال الأسبوع هذا إن شاء الله، حتى أيضا يكتمل جمالية الموقع، موقع المشروع. احنا حاليا حتى تكون بالصورة، وأيضا هذه الكلمة إلى أهالي بغداد وهذه المنطقة بالتحديد، في طور دراسة وإقرار مشروع إقامة جسر ثابت يساهم في تنظيم الحركة وتسهيل النقل للمواطنين، وهو موجود منذ سنوات ضمن المخططات، لكن إن شاء الله هذه الحكومة عازمة على تنفيذ هذا الجسر، فضلا عن مشاريعنا التي تنفذ حاليا في شتى أرجاء بغداد واللي تتعلق بالجسور والمجسرات والطرق اللي تساعد وتساهم في فك الاختناقات في عاصمتنا الحبيبة بغداد. عام 24 إن شاء الله هو عام الإنجازات، لأنه عملنا الدؤوب الذي استمر منذ اليوم الأول لمباشرة الحكومة، سواء كان في محاور إكمال المشاريع المتلكئة أو فتح المشاريع الجديدة أو مشاريع الجهد الهندسي وفق ما مخطط أمامنا. 24 يجب أن يكون عام افتتاح المشاريع إن شاء الله، بهذه الهمة، بهذه الروحية، بهذه الغيرة الوطنية. شكرا جزيلا لكم وبارك الله في كل الجهود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. متاح إن شاء الله. الله يحفظك. الله يخليك صحة وعافية. الله يحفظك. الله يخليك. يخليك يا عمو. قولي بلا زحمة عليك حجي، هسه أنت تعبر على هذا الجسر، جسر الحرية. أي شنو رأيك بالجسر؟ يعني شنو رأيي به من ناحية إيش؟ من ناحية عمرانه، وضعات. والله جيد، ممتاز جدا. جيد ممتاز. زين أنت الله يعطيك الصحة والعافية شوية، يعني دا أشوفك أكو صعوبة بالمشي، تمام؟ صعوبة بالمشي أنا حتى بالشارع العدل انا هاي مشيتي، بس هو من تمشي به زين على اعتبار بارتفاع وكذا. تنصح انه مثلا يسوي لكم فد عربات بسيطه للي مثلا شويه صحته مو زينه او هاي من الزينات؟ اذا يسوون هيك من الزينات شكو بها، يعني من الزينات، يعني مثل هاي السيارات على الكهرباء هاي، اي شكو بها اللي ابو الاحتياجات الخاصه للمرأة الكبيره اللي مثل كذا هيك، يسهل عمليه نقلها. يكون افضل هاي، يكون افضل. الشباب طبيعي يقدرون يوقفون. يكون افضل هاي، ممتاز هاي. شفت فكره ممتازه والله. الله يخليك، الله يحفظك. بس انت وين رايح؟ والله رايح للكاظميه. زور؟ ها؟ زور؟ اي والله. ادعي لنا. الله يخليك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تريد تقول شيء؟ لا اشكرك، الله يوفقك فيما لا عيوني فيما لا. بالتالي مشاهدينا الكرام، مثل ما تشوفون الحجي الله يعطيه الصحه والعافيه ظرفه خاص، واكيد اكو هوايه يعني ما يقدرون يعبرون، فاتمنى من الجهات المعنيه عيني انه تخصص سيارات، ولو في سيارتين عيني، واحده من ذاك الطرف واحده من هنا، تنقل الاخوه اللي هم او الحجاج او النساء الكبار اللي هم ما يقدرون يعني يعبرون يعني، حتى تسهل عملية نقلهم بعد إذنكم، يعني إذا رهم هذا الشيء هم تسهيل أمر، وأيضا يعني نوع من أنواع الخدمات اللي قدمها الجهات المعنية للمواطن العراقي اللي حقيقة يستحق الكثير. ايش تسوي؟ شعر المكل. منين جبت هذا؟ من بيتنا. زين يجون ياكلون ولا شنو؟ اي يجون يجون اصورهم. اي يجون. الله بعد قد حلوات. حلوات والله. والله حلوات. او
اول شيء جبنا لهم ثلاثه كبوسه وكلنا كلنا هسه جبنا لهم خبز من بيتنا كرتونه. تبي اصب؟ سادس بس اصب سنه. انت شلون رايح المدرسه اليوم لو لا؟ مو عطله لان المطر. لان المطر. شنو؟ يدعلنا. يدعن؟ ايه. فلازم واحد يعطينا اكل. ايه. تمام. عافيه عليك. عافيه عليك. بدي اسالك سؤال تعال هسه هم ينطوا خبز تمام وده يوقع بالاخير هيك ده يوقع هذا الشيء كلش فالمفروض شو يسوون يشيلوه ذبوا وين يذبوا ذبوا اي ذبوا في المي اه زين انت تشجع على انه المكان المفروض يكون نظيف اي اشجع ايه المكان يكون نظيف لان ما صار له هون مفتوح يكون نظيف حتى لو صار يعني مو مساله انه لان ما صار هون مفتوح لازم دائما كل المكانات نحافظ على نظافتها صحيح مو؟ صحيح تمام صحيح على كل المشاهدين الكرام هي ثقافة وهاي الثقافة لازم نعيد بلورتها بشكل جديد حقيقة ليش؟ لأن البلد مقبل على وضع مختلف تماما وكفى من المناظر اللي حقيقة ما نريد نشوفها يعني موظف يطلع من الصبح من بيته حتى يروح الفد مكان اللي بيه دائرته لازم يشوف مناظر كلش مو حلوة وهاي دا نشوفها في كل المناطق فما أعرف هاي حلها شنو ترى حتى ذاك اليوم بالليل سألت واحد من المنظفين قلت له تعال يابا أنت إيش دا تسوي هنا بالليل قال والله دا ننظف وكذا قلت له شنو معاناته قال مواطن ما متعاون ويانا زين شلون ما أعرف لازم أكو جهات من أمانة بغداد تطلع متابعة تغرم ضروري هاي مال مسألة التغريم تغرمهم مبالغ لكل واحد يتقصد انه يذب النفايات مو بأماكنها او يتغرم الشركات اللي هي متفقة وياهم على اساس انه ترفع النفايات وتتأخر لو تخليها بالشارع العام قدام السيارات لو مدخل المناطق حقيقة يعني ما اعرف هذا الملف شو وقت يعالج بشكل صحيح ما ادري لو كابسات ماكو لو ما اعرف شنو ماكو لو كذا ده تشوفون مشاهدي الكرام الكرتونه ذيك شلون راحت شمروها الشباب ليش لان خلص الخبز والتمر نطوا للنوارس والنوارس اكلت شبعت بالعافيه وبالتالي هذا المنظر يتكرر عندنا هوايه زين شلون الحل شنو مو ما يصير هيك هاك مطوف الكرتونه لحد ما تذوب تروح تنزل جوا هذا اللي دنحكي عنه مشاهدينا الكرام هذا اللي دنقوله عموما هذا جسر الحريه يربط بين القريعات والكاظميه المقدسه شكرا للسيد رئيس الوزراء المحترم الاستاذ محمد شاع السوداني شكرا لوزاره الاعمار والاسكان دائره الطرق والجسور شكرا ل وزاره الموارد المائيه شكرا لشركة الفاروق بالتالي أشكر كل الجهات المعنية اللي حاولت أنه تقدم منجز على أرض الواقع حاليا في طور رفع هذه الترسبات مثل ما تشوفون وتنظيفها بشكل كامل عندي كم ملاحظة الله يحفظكم مثل هكذا مشروع وإن شاء الله تكمل مسقفاته خلال هالشهرين راح تنشال ذكريات ذاك الجسر الحديد العائم انتهى ان شاء الله تشوفون كانت اكو آليات تفتحها وراح يتنظف ان شاء الله الان النقطة اللي اريد اركز عليها ضفاف نهر دجلة تشوفوا هذا الحجر شكرا لكم اللي مشتغلين بهالطريقة النظيفة كملوا للنهاية على طرفي نهر دجلة ونتمنى انه تزرعون النخل او الاشجار اللي هي تعتبر دائمه الخضره المعمره اللي تنسجم ويا مناخنا حتى شنو هذا المكان كله يكون اخضر ومرتب بالاضافه الى المطاعم والكافيهات اللي راح تصير واللي نوه عنها السيد رئيس الوزراء المحترم اثناء وجوده وافتتاحه لهذا الجسر قبل ايام. املنا بكم كبير في تقديم الخدمات وإذا نجحت اليوم ومن خلال السواعد العراقية والشباب والمهندسين والأخوة وأمانة بغداد وكل الجهات اللي كانت متعاضدة ف
فهذا خير دليل على أنه إحنا لما نتكاتف نقدر نحقق منجز على أرض الواقع. نقطة رأس سطر. أمانة بغداد دوركم كبير في المحافظة على نظافة هذا المكان، تعيين أشخاص ربما يتابعون وضع الجسور. ليش؟ يعني مثل ما قلت في جسر الشهداء ويوم الجمعة خاصة دائما منظف والله العظيم. مسألة المجاري والصرف الصحي المفروض أكو خبراء عندنا يفكرون بطريقة ذكية، يستخدمون أجهزة حديثة حتى يحاولون أنه يغيرون من هذا الواقع اللي دشوفه. هذا صرف صحي مشاهدينا الكرام، وينزل قبل الدجلة، وهذا على طول هذا الكتف من الرصافة، وكذلك بالمقابل موجود بالكرق. هاي مشكلة، وهذا مو بس هيك هنا موجود ببغداد، في كل العراق. زين شلون؟ شنو الحل؟ خلوها في بالكم. بالإضافة إلى ذلك مشاهدينا الكرام، مسألة بالآونة الأخيرة يعني صار الموضوع طبيعي عند الناس، ما أعرف شنو إذا منتبهين عليه، ظاهرة التبول بالشارع. مسألة كلش طبيعية خاصة في جسر الجادرية. لو يوقف أبو كوستر مثلاً هيك يعني عادي المسألة مثلاً. زين ليش ما تبنون مرافقات صحية؟ فكرتوا بهذا الموضوع أمانة بغداد؟ يعني الشعب العراقي ونسبة كبيرة بسكر وكذا، واللي كليته واللي ها يشرب مي هواية، يحتاج إلى مرافقات صحية عينوا عليها موظفين بس مرتبة، مو مثل هاي بالمناطق الشعبية اللي نشوفها مكان ختلة ومدري شلون وضيقة ومو نظيفة كلش وكذا. لا مو هيك، مرافقات صحية مرتبة بزينة وكذا، وحسبوها بين كل وحدة ووحدة شقد نقدر نخلي حتى أفيد المواطن العراقي. عندنا كبار بالعمر ما يصير هالشكل، عيني يطبق بالسيارة يفتح الباب وهاي كليتنا صايرة بينا هاي سا. يعني حتى واحد لا يقول شو اسمه كليته. زين ما يصير، ليش ما نروح بغير دول نشوف مسوين مرافقات صحية مرتبة وعامة، وهم تدفع كم فلس بس فشي رمزي وموظف وكذا ويشيك وراك ويتأكد ويغسل المكان وكذا إذا مثلا أحد ما ضبط الموضوع زين تفتهمون إيش داعش. ومع ذلك أملنا كبير بكل من يريد أن يصنع حياة، والعراقي يستحق الحياة. انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج أبشر في مالها.